دائما بنسمعها هاي الكلمة انه انتوا اللي بعلبكية، انتوا اللي بعلبكية، راسكم كبير وعصبيين. طب ما يعني في معاناة، يعني شي مرة انت جربت مثلا تنزل بفان 3-4 ساعات على ظهر البيدر وشتي وعتمي وهيت يكون فاقع دولاب كاميون وهيت تكون شاحنة ملقحة على ظهرها، وهذا اذا ما بعكش الشوفير بنص الطريق وتيررنت تيررنت كل الطريق بيطب راسك، يعني اجدادنا عم بحكي على الراديو ايه يا كتر خيرنا نحن نضلنا يعني عم نتنفس والله. بعدين قاعد انت مع مجموعة عالم ايه عم تجرب تترك صورة حسنة عن نفسك، عرفت؟ وانه يعني انت عم بتجرب تسوق لحالك كانسان موجود بالمجتمع، شي بتفتح تمك خبرة لهجات دغري بيقنصوك انه انت من بعلبك، بتلاقيهم ركبوا وجه النجسني صفقوا الابتسام الصفرة وسألوك معك شي؟ شي؟ شي مثل شو يعني؟ معي شتين ورامل بالكلاوي، شي مثل شو؟ شي يعني دغري انا كنت كائن حي عم بتنفس الصعداء، هلا تحولت لطحبوش حشيش متنقل عن جد. اصلا الحق مش عليهم يعني، الحق على هذا ابن المنطقه ابو الحبايب الكريم اللي بده يعيش الشعب ويوزع وخلي الشعب عم بيسوق لسياسه لثقافه الحشيش، هو نازح من القريه وبده يضيف رفقاته، عرفت؟ على اساس انه بفكركم كلكم انه طحبوش حشيش ومتنقل. ما بعرفش ليش هيك بيعملوا، يعني شايف لك شي مره شي بيروتي حامل صحن مفتق او داير مثلا، او الطرابلسي عم بهرب حلاوه الرز على الحاجة. شايف لك شي واحد من الجبل قاعد عم بكسر متي ويلف، ولا شايف لك شي واحد من الجنوب هيك بيوطي صوته كم جرام فريكي بدك؟ عن جد يعني لا، الكره الارضيه ربطت بعلبك بالحشيش، ليش؟ قلت ما عم بتلطوا كشك؟ هذا الابيض مش معترف فيه، المكدوس مش معترف فيه، انه عن جد مزبوط بالكشك بس ما بينشم. بينشم؟ لا بنحره نحن. فما عندكم شيء غير الكشك، غير المكدوس، غير كل هال طوشينا بالسلاح؟ عندكم سلاح؟ طب انه يعني شو مثلا اسال اللي بعلبك شو هوايتك، شو بده يقول لك؟ السباحه؟ ما عندناش بحر. المطالعه يعني اقرب جامعه تبعه الالاف الكيلومترات، شو السينما، المسرح، المكتبه، التفاح، الشمامه، كله مش موجود. عندنا يعني هوايه الرمايه. انه ورثناها يعني ورثناها من جدودنا، وانه يعني مش ضروري، ما حدا عم بيقول انه كلنا يعني موهوبين فيها، يعني بتطلع لرصاصه طايشه من هون بنصب لنا واحد منها يعني ايه، لانه مش معقول تكونوا كلكم موهوبين بالرمايه يعني بكون في ثلاثه يعني هوايه بديله، نحن جاهزين هوايه بديله غير الزراعه البديله، بتكون زراعه بديله بتكون هوايه بديله. يا عمي نحن والله الشحار لطتنا والفقر لطتنا، وبيعملوا لهم مسلسل مسلسلين عن بعلبي، كثير مسلمان عن بعلبك، بنقول شو حنقب على وجه الدنيا، الاوتيلات، الاكل، النقليات، الممثلين بيصوروهم برات بعلبك. لك بيعملوا مسلسل عن بعلبك بيصوروه برات لك، مهرجانات بعلبك الدوليه عملوها بانطليات. طب كيف بده راسنا يحملنا يعني؟ امل طالب بعلبكيه سوبر مهضومه جايه من بعلبك.